دكتور بشر، حسك حصلت اي شيء يدل ان الجريمة القتل اللي صارت هذه؟ القتيل ذكر العمر تقريبا 42 سنة، تعرض لطعنة بآلة حادة وقت شجار مع الطرف الآخر سببت وفاته. بصراحة ما في أي أثر يعني ما في أي آثار عنف للجاني. طيب يا دكتور، بما يتعلق بالشاهد، ايش رايك في الكلام اللي قاله؟ هو بصراحة الإصابة اللي في راسه خطيرة ونزف بسببها دم كثير. الله يعطيك العافية. لو سمحت. هلا طال عمرك. ممكن تفيدني باسمك؟ ابراهيم عبد الله. معلش ابراهيم، عندي بعض التساؤلات ودي اطرحها عليك. تفضل طال عمرك. تفضل. ابراهيم ودي تعلمني القصه من اول وجديد. ابشر. من وين راح نبدا؟ والله ما ادري. طيب أنا أقول نبدأ من يوم ما بديته من جدة إلى أن وصلت من الرياض. حنا طال عمرك شغالين في شركة نوصل طلبات عبارة عن قطع غيار نقول عليها تجاري، نقول على تجاري، وحنا نستلم كاش ونودع على طول على البنك. والتفويض مع من؟ مع المرحوم، مع المرحوم صادق الله يرحمه، هو اللي أودع الشيكات كلها. طيب بصراحة في تساؤلات كثيرة في الموضوع هذا يا إبراهيم، ولا بد تجاوب معنا وتتحمل الأسئلة اللي راح تجيك. تفضل. صادق، أنت تعرفه من مدة طويلة؟ نعم، صاحبي صادق ومثل أخويا. جميل، ولكم ذكرى جميلة وأيام جميلة عشتوها مع بعض؟ نعم، شغالين في هذه الشركة من 10 سنين، وهذه القضية الأخيرة استلمنا 5 شيكات، استلمنا 4 وأودعناها، والخامس كان وده اني اودعها بس. ليش ما اودعتم الشركة الخامسة؟ كان لها مبلغ، لما اودعته؟ كان اودع 4 وكان بنيته اني اودع الخامسة، لكن ايش؟ والله ما ادري. طيب يا ابراهيم، كم كان المبلغ يا إبراهيم؟ 2 مليون. إيش العمل يا صادي؟ الحين بيجي العميل وبناخذ منه قروش. يا أخي دوبك تقول إنه آخر مبلغ الساعة 4:30. أيوة. طب يعني ما حتقدر تودع؟ يا أخي مؤسسة الشروق عليها مستحقات متأخرة، وزين إنهم قدروا يسددون اليوم. طيب وش الوضع؟ ما لنا إلا نودع اللي معنا والباقي يحلها الله. يلا. طيب يا ابراهيم، عندي سؤال بسيط. تفضل. ودي اطرحه عليك. البدل اللي تصرفه لكم الشركة، ودي تعطيني خبر كم المبلغ؟ ليش ناوي تحجزه؟ 2000 ريال. لا أقل. 1000 ريال. أقل. 500 ريال. أقل. 300 ريال. لا، هي 400، 200 لي و200 للمرحوم. 200 لك
و200 للمرحوم. 200 ريال يا ابراهيم تتوقع تقدر توفر شاليه بهالفخامه وبهالشكل او في موضوع ثاني انا ما ادري عنه؟ بس انا ما دفعت شيء. القروش تمام يعني اكيد حنمسك الخط. يلا وين بيدخل علينا الليل وحنا في الطريق؟ انا عازمك على فندق 5 نجوم وبن بوفيه. بن بوفيه يعني هذه اكله؟ لا 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 انت اطلع اطلع بعدين افهمك. يطلع بعدين افهمك. بس ما ادفع ولا ريال. ما تدفع لنا. ما تدفع لنا ريال. اشلم. يلا يلا. صادق؟ صادق المرحوم الله يرحمه كان بخيل، بس هذه المرة ما أدري كيف سواها. كمل يا إبراهيم. بعدها ما حسيت بنفسي إلا المباحث يصحوني. الله يخلينا المباحث، الله يخلينا هم يذكروا بالوالدة الله يرحمها، يدهم خفيفة. إبراهيم. نعم. تفتكر الشركة الخامسة ليش أخرت تسليم المبلغ ويدعى؟ والله مدير المؤسسة كان يبغاني نودع المبلغ، بس قال أجل الموضوع. المفروض هو الساعة 2:30، قال أجله ل4:30، واضطر المرحوم إنه يودع 4 وخلى الخامس، كان بنيته إنه يودعها. طيب إبراهيم أنت تذكر اللي حصل معك ولا ما تتذكر؟ أمس في الليل سمعت أصوات. إيوة فجأة رحت فكيت الباب ولا ألاقي عصاية فوق راسي، وبعدها ما حسيت بشيء. وبعدها ما حسيت إلا المباحث يصحوني. الله يخلينا المباحث يذكروا بالوالدة الله يرحمها، يدهم خفيفة. جميل إبراهيم. طيب إبراهيم تقدر ترتاح الآن؟ يعني أروح؟ وين تروح يا إبراهيم؟ من تحت الأطراف في هذه القضية. أنا؟ إيه نعم. أنا تتوقع أني أكثر صاحبي وأخوي من 10 سنوات إلا كنا وياه في صحن واحد؟ تتوقع اني اقتله؟ يا ابراهيم لا تنسى انك انت اخر واحد كان مع الشخص اللي انت عزيز وغالي على قلبك، ولا نسيته؟ صادق. مو بس كذا، انت الوحيد اللي يدري اللي كان عنده 2 مليون ريال. الموضوع مساله وقت. يا عسكري طلع امرك. جبريل عامل امرك. تحفظني على إبراهيم. أمرك. تفضل. عرفني من نفسك. أنا عبد الرحيم أحمد محمد أحمد حمد. عبد الرحيم أنت اللي بلغت على القضية؟ أي. وكيف اكتشفتها؟ أنا شغال لي في الفندق 5 سنوات، والزول لما يتصل يظهر عندي في اللوحة. وانا لازم اطلب منه انه يقفل، ولو ما قفل الخط انا لازم اطلب منه انه يقفله عشان ما يقطعوا الخط. وكيف تطلب منه؟
اتصلت على وفي جواله ولما ما رده اضطريت اني امشي للغرفة ولقيت باب الغرفة مفتوح. وكيف اكتشفت انك كان ولما دخلته لقيت واحد واقع جنب الباب واحد ميت في الأرض وصرخت بأعلى صوت ما في زول رد علي واتصلت مباشر بالشرطة. وكيف عرفت انه ميت؟ قلت لك يا حضرة الضابط انا دخلت لقيت واحد ميت واحد في انفاسه الاخيرة واتصلت بالشرطة مباشرة. جميل. سمعت الهاتف الارضي؟ ما لا. راجع مكانه. اي انا اللي قفلتها. سيد الرحيم شخص داخل غرفة والغرفة هذه فيها جريمة قتل، تتوقع يكون حريص انه يرتب الغرفة ويرجع السماعة مكانها؟ طال عمرك انت ما عارف كفيلنا بيسوي فينا شنو. جميل، كفيلك كفيلكم ممكن يسوي لكم إشكالية كبيرة. جميل، الموضوع يحير فعلا يا عبد الرحيم، الموضوع يحير. وش هذا يا عبد الرحيم؟ شنو؟ افتح الفوب هذا الآن. استعجل. ايش هذا يا عبد الرحيم؟ ده كيتشب. اكلت لي وجبة ووقع الكيتشب فيني. طيب يا عبد الرحيم، التيشيرت هذا رايح يروح على الطب الشرعي، وقتها راح نعرف اللي على التيشيرت هذا هل هو كاتشب او حاجة ثانية. يا عسكري مروت، شيل لي عبد الرحيم هذا من المكان اللي احنا فيه والتيشيرت اللي عليه تودي الطب الشرعي. انا مظلوم يا حضرة الضابط، والله مظلوم، والله عندي اولاد، عندي اولاد. لا ترفع صوتك. مظلوم يا حضرة الضابط. انت قتلت؟ لا. ليش خايف؟ مسألة وقت يا عسكري، لا تنسى التيشيرت هذا لازم يعمله للتحليل. سام طال عمرك، تفضل. مظلوم يا حضرة الضابط، مظلوم، انا مظلوم يا حضرة الضابط. امنع الصوت. السلام عليكم، طال عمرك. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. من حضرتك؟
سليم الأشعري طال عمرك، صاحب مؤسسة الشروق. هل كان بينك وبين الجاني موعد في نفس اليوم اللي حدث صرت فيه الحادثة؟ صحيح طال عمرك، واستلم مني الأخ صادق مبلغ 2 مليون ريال. أخذ منك 1 مليون ريال؟ نعم طال عمرك. وليش تأخر موعد التسليم؟ طال عمرك أنت تعرف ظروف الحياة، حصل لي ظرف طارئ واضطريت أني أأجل الموعد ساعتين، ساعتين ونص كذا. اضطريت أنك تأجل؟ نعم. جميل، وليش ما أجلته اليوم ثاني؟ طال عمرك المرحوم صادق كان مصمم أن موعد التسليم يكون في نفس اليوم. طبيعي ما أمداه أن يسلمه في نفس اليوم، فاضطريت أنك تأخر لظروفك اللي ذكرتها، فأكيد هو إنسان يعني ما أمداه، فقال خلني أستأجر شريه بهالفخامة وبهالشكل عشان أودع المبلغ اليوم الثاني. طال عمرك أنا مالي صلاح، مجرد ما يطلع من عندي أنا مالي شغل. كيف مالك شغل؟ وانت سبب رئيسي في تأخر المبلغ. لا، وأكيد في شخص ثاني عارف الموضوع هذا وعارف إن معاه مبلغ من المال، هو اللي عرض للسرقة. هي الفلوس انسرقت؟ ما حصلناها. الورقة هذه تعرفها؟ اي نعم طال عمرك، هذه تبع مؤسستنا. وش اللستة اللي مليانة في الورقة المتعلقة بالفنادق هذه؟ طال عمرك هذا خطاب للموظفين عندنا في المؤسسة، عاملين لهم خصومات في هالفنادق الكبيرة، لأننا نقدم لهالفنادق قطع غيار بأسعار منافسة ومناسبة لهم. كلام جميل وكلام رائع، لكن انت خابر. صادق إنسان بسيط وما عنده يعني سيولة مادية هنا يسكن في فندق فخم مثل هذا. اللي اتصل علي حضرة الضابط وقال لي أنا بدفع الحساب. ده هو اللي اتصل علي. صحيح حضرة الضابط، أنا اضطريت أني أدفع الحساب لصادق لأنه مسكين، وحسيت بالذنب أنه أخرته يوم كامل طال عمرك. طيب، أقرب فرع بنك كم يبعد عنك دقيقة؟ أقرب فرع بنك طال عمرك تقريبا حول 40 دقيقة، لأنه فرع المؤسسة في الرياض في الديراب طال عمرك، وتعرف بعيد شوي عن المدينة. وأنت أول مرة تقابل صادق في هالمكان؟ اي نعم طال عمرك. معنى الكلام هذا انك داري انه راح يتاخر اذا اجلت الموعد الى الساعه 4:30، وراح ما يحصل ولا بك كلها مقفله. طال عمرك قلت له هو اللي صمم يكون التسليم في نفس اليوم. طيب، تقدر تتفضل يا أستاذ سليم، لكن تأكد أني راح نتواصل معك، فخليك قريب. أبدا طال عمرك، حنا في خدمة العدالة بأي وقت حاضرين. تفضل. بأمان الله.
من الجاني. إبراهيم أو عبد الرحيم أو شخص ثاني. سليم أنا أتذكر أني شفتك قبل كذا. ألو ألو، أيوة يا أم فهد، واللي يرحم والديك، أنا قايل لك إني في مركز الشرطة. أي والله عظيم إني صادق، والله إني في مركز الشرطة. مين اللي يقول إني متزوج عليك؟ لا الله يأسفك، أنا في مركز الشرطة الحين. تبين أجيب لك شيء من مركز الشرطة؟ أجيب لك من المهبة المجرمين اللي هنا؟ أجيب لك حاجة معي؟ الله لا يأسفك، ترك أدوشتينا. ابشري ابشري، ما يصير الا خير. الله يهداك ام فهد. ام فهد هذه شغلتني والله العظيم، الله يهديها عين عليها. الضابط تاخر علينا، الله المستعان. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، حياك الله سعادة الضابط. تفضل. زاد فضلك، الله يرضى عليك. على ايش؟ على التأخير، والله شغلتني الحرمة، ولا اني اجي في الوقت دائما، تراني اون تايم يعني. ما يخالف. تفضل امرك. متى تعرف صادق؟ صادق الله يغفر ويرحم، هذا اشتغل عندي يمكن قدام سنتين. ويا زين ويا زين شغله، الله يغفر له ويرحمه. يا الله اني والله انفجعت في خبر موت، حزني وقطع قلب، الله يغفر له ويرحمه. طيب هل تشك في أمانة صادق؟ أمانة صادق؟ لا والله، رجال أمين، ويعني سبحان الله سنتين سنتين ما نشد إلا بكل خير. الله يرحمه، الله صعب من علي فراقه، الله المستعان. وش تعرف عن ابراهيم؟ ابراهيم؟ اي نعم ابراهيم. والله ابراهيم رجال كفو، صح انه فوضوي شوي، لكن والله كفو. وحتى ترى زملاء المندوبين اللي معه يحبون في السفريات ما يشيلون ابراهيم. فلاوي الله يسعده، فلاوي ونيس. لكن هو ما عنده مشكله ماديه في الشركه نفسها؟ ابراهيم؟ اي نعم. والله ما اذكر، لكن الا قبل شهرين، قبل شهرين بالضبط، الرجال جاء طلب سلفه 20,000، جاء كلمني وانا ارسلت للمدير، ولما راح للمدير طبعا رفض لان اللوائح عندنا ما تسمح، واخبر ذاك اليوم زعل بالحين، حتى ارفع صوته على المدير، بعدين اعتذر وسامحنا سامحنا، اتعرف ان راعي الظروف. يعني هو كان محتاج فلوس؟ والله هذا اللي اذكره، انه محتاج فلوس يعني. خلاص اقدر امشي. طيب شكرا لحضورك. ابدا، احنا خدامين للوضع. سلامات. لا بس قطع من المطبخ. ابد، احنا قلت لي ما قلت لك خدامين للحكومه، الله يرضى عليك. حسان هلا، ابى اسالك ساعه واحده قبل يومين وين كنت؟ قصدك قبل امس؟ اي نعم. واحد الظهر ولا بالليل؟ في الليل. كنت بين اهلي بين عيالي. معنى كلامك ان اهلك شاهدين انك كنت في البيت. سعادة الضابط، بقول لك سر بيني وبينك، دخيلك ما حد يدري عنه. تكفى يا سعادة الضابط. تفضل. انا في الليله ذيك اللي مات فيها صادق الله يرحمه، كنت توني معنس على الثانية، وزوجتي أم فهد ما تدري، دخيلك لا تدري أم فهد الله يرحم والديك، والقطعة اللي في يدي هذا يوم العرس الحرمة الثانية تحب الحبح، جبت لها جح وأنا أطالع فيه وبقطع الجح، فقطع أنا يدي يعني قطعت يدي، والجرح هذا من والله، لكن تكفى بالله السر لا حد يدري عنه، أنا
دخيل الله هذا دخيلك يا طيب يا حسن ليه ما قلت لزوجتك انك متزوج؟ ما تدري ام فهد ايش يمكن تسوي؟ ام فهد طرب البيت على راسي غير انها اصلا معي شراكه في الشركه ولو دارت سحبت شراكتها وغديت ملح انا بعدها. تكفى بس بيني وبينك السر دخيلك. طيب يا حسن تقدر تتفضل الان لكن والسر لا تشيل هم يا حسن كبير خلاص تنساه. اتمنى الموضوع منتهي لكن اتمنى انك تحط عناوينك حتى نتاكد ان الليله هذه كنت موجود في البيت فعلا. عنواني البيت الاول عندكم، تبغى البيت الثاني؟ البيت الثاني تعطيه العسكري اللي برا. ابشر على الخشم ابشر. تفضل. خدامين الدوله احنا والحكومه. في امان الله. يا مرحبا يا هلا. يا عسكري دخل السليم. شكرا لك. أرسلت في طلبي طال عمرك. حياك الله. الله يحييك. أتذكر إني شفتك. طال عمرك متى تنتهي هذه القضية؟ القضية هذه متى تنتهي طال عمرك؟ أتوقع إني أنا موجود هنا عشان أسأل. أنا قد شفتك بس وين؟ ما أدري. والله طال عمرك أنا شخصية عامة في المجتمع و ممكن تكون شفتني عند اي احد من قرايبك او اي احد من اصحابك. ابوي أنا شايفك. أنا شفتك قبل كذا. قلت لك طال عمرك أنا شخصية معروفة في المجتمع وشخصية عامة وكان لي أنشطة من زمان. ممكن تكون شفتني عند أي أحد من قرايبك أو أبوي. ينام أبوي. ترى ما فهمت طال عمرك وش الالغاز. لا بس تعرف بعض الناس تتذكرهم في لحظات جميله في الحياه هذه وانت صورتك قد شفتها بعيني بس بدأت أتذكر. بس طال عمرك وش دخل ابوك في الموضوع؟
أبوي كان مسؤول عن إدارة المسرح بجامعة النهر. أها أجل أكيد كنت تشوفني أيام ما كنت طالب على المسرح أكيد صح؟ كيف حالك؟ طيب حياكم الله. والله يا أبو طارق الحساسية هذه إنها من المكياج، من كثر ما يحطونا مكياج سبب لنا حساسية. تصدقون والله المفروض يصرفوا لنا بدل حساسية. يلا بس عرفت. بس الكلام هذا طال عمرك كان قبل 15 سنة. برافو عليك، أهنيك إنك عرفت وتذكرتني. صدق في الحقيقة كان تمثيلك يعجبني. الله يسلمك طال عمرك، هذا من ذوقك. وكنت ممثل كبير. الله يسلمك ويطول لي بعمرك إن شاء الله. طيب راح أقول لك شيء. أكيد تفضل. الجاني قرب لنا كشفة وما بقول لك خطوة واحدة بس. طال عمرك أنت ضابط معروف ومحنك ولك سلطتك ولك عقليتك ما شاء الله عليك، ما يمشي عليك هالشيء. أكيد بتعرفه ما شاء الله عليك أكيد. طيب يا أستاذ سليم تقدر تروح. يعطيك العافية طال عمرك، خدامينكم بأي وقت. أستاذ سليم وش هذا اللي على وجهك؟ طال عمرك حساسية، حساسية عادية. كيف هي أمورك المالية؟ أمور المالية الحمد لله متيسرة، ماشي الأمور. لكن سمعت أن عندك متأخرات ولك فترة ما سددتها. طال عمرك أنت أدرى بالسوق وتعرف أن السوق يوم يرتفع يوم ينزل. طيب تفضل اعتذرني مرة. سلم الله يحييك. يا عسكري جيب لي عبد الرحيم وابراهيم. يلا والله طال عمرك حضرة الضابط الكفيل بيخصم علي يومين بسبب الغياب. لا تخاف ما يقدر. انت ما بتعرف ابو نعامة. أقول بلا أبو نعمة بلا كلام فاضي يا عبد الرحيم. أنا بسألك كم مفتاح لكل غرفة؟ لكل زبون مفتاحين، واحد بنديه للزبون وواحد احتياطي عندنا. المفتاح أيوه المفتاح تلاقيه في ملابس حق ورا الباب. أنا آخر واحد دخلت وقفلت الباب. اللي هو المفتاح الأصلي، لأن التقرير حق الأدلة الجنائية يقول إن المفتاح الأصلي هو اللي فتح الباب. النسخة الثانية عندي في الخزانة. طيب أهلا كيف؟ واحد من الأسماء الموجودة بالفندق بلغ عن سرقة هويته قبل الحادثة بأسبوع. ومن هو هذا؟ سعيد الملاح. سعيد الملاح. طيب سعيد الملاح. سعيد الملاح ليه؟ أنت تعرف سعيد الملاح؟ أيوه هذا عضو في مجلس الإدارة عندنا
وشريك في كم شركة ومن ضمنها شركة الشروق. وأنت يا عبد الرحيم تعرفه؟ أول مرة أشوفه في اليوم اللي انقتل فيه صادق، وما أعرف هو موجود ولا مشى. ما لاحظتوا عليه شيء؟ طال عمرك زبون، لا زبون عادي، زبون عادي. تعال يا عبد الرحيم اتصلي على الفندق الآن وشوف هل هو ما زال في الفندق أو طلع. بس لا أستريح. تفضل. ألو، كيف الكبار؟ تمام؟ الصحة والأمور؟ أحوالك إن شاء الله بخير؟ لا لا لا، سجن؟ قصاص؟ الله يقص رأسك في سبيل الله. أخبارك؟ تمام؟ أنا دار أسألك، الشيبة اللي في غرفة 107 موجود؟ متأكد؟ اخلص علي. متأكد انه مو موجود؟ قل له لا يرمي اي شيء في الغرفة، وحنا متوجهين الان هناك الموقع نفسه. خلاص خلي كل شيء على وضعه. خطوة واحدة بس وراح نحل هذه القضية. يا عسكري مبروك، الحقني فيهم على الموقع نفسه. سلم طال عمرك. تحرك يلا، قوم تحرك انت معاه. يلا يلا قدامي. اللغز راح ينكشف لو لقيت اللي في بالي في غرفة هذا الشايب. وقتها الأمور راح تكون واضحة. هنا راح تكون واضحة. لكن عبد الرحيم شلون؟ نفس التساؤلات اللي طرحت علي. لكن الغرفة فعلا هي الحل، فعلا هي الحل. بس ما تدري، يمكن إبراهيم ولا عبد الرحيم نفس الموضوع اللي تكلمنا فيه. روح تعال عيال ناس، حنا ترى سي طلع الضغط. إبراهيم، سمعت إن الضابط ده قال توصل للمعرفة الحقيقة وعرف القاتل؟ لا صدقني، أتحداه طلعه، أتحداه. أنا والله يا إبراهيم ما مطمن. لا أطمن، هذا الضابط شكله بيحقق في قضايا كان يحقق مع مجهول. الله يحييك. انا بعرف متى بنخلص هالموضوع ونلتق. ان شاء الله الضابط بيعرف. ايوه دحين حق هذا نقول دحين السجن. والله ما صارت، ولا كأنه إحنا عيال ناس، ولا كأنه عندنا وقت، ولا كأنه عندنا أشغال بنخلصها ونقضيها.
في الحقيقة أنا كنت محتار في بداية الموضوع ولا قدرت أحدد شخصية القاتل، لكن بعد المعلومات والتحريات اللي وصلتني أصبح الجاني معروف عندي. السلام عليكم ورحمة الله. هذا الضابط، كيف حالك؟ أهلا. ساك طيب؟ اعذرنا يا سيد حسان، جبناك من بيت العروس. سر أقول لك سر، الله يرحم والديك، سر بيني وبينك. بعد المعلومات والتحريات اللي وصلت عندي اكتشفت ان الجاني هو واحد منكم. انا نعم حضرة الضابط. عبد الرحيم كان عليه بلاغ من واحد فلبيني بالفندق قبل سنة، واحتمال يكون هو الجاني. ابراهيم قدم سلفة على المؤسسة والمؤسسة رفضت السلفة هذه، ووضع سيء ومحتاج مادة وسيولة، احتمال يكون هو الجاني. سليم تعمد انه يغير موعد تسليم ال عرفته؟ طال عمرك قلت لك المرحوم الله يرحمه هو اللي اصرنا تكون في نفس اليوم، وحصلت لي ظروف ما قدرت اسلمها في نفس الموعد. هذا رقم واحد. ورقم اثنين، استاجرت الشاليه وانت تعرف مكان الجاني، تعرف مكان الضحيه نفسها، وهذا ممكن يجعلك تكون انت الجاني. وحسان اقسم بالله قايل لك اني متزوج بنفس الليله، ارحم والديك يا حضره الضابط، لا تحطني في صفهم دخيلك. وحسان راح يوعدني اذا طلع براءة من هذه القضية يعلم ام نايف ان اتزوج واحدة ثانية. قصدك ام فهد؟ ام فهد السجن ولا ام فهد يا ابو يا حضرة الضابط؟ لكن ما هي مشكلة. اكتشفت ان الموضوع هذا كله في جنايتين. جنايتين؟ اي نعم، في قضية سرقة وقضية قتل. ما يبغى لي حضرة الضابط، اللي قتل هو اللي سرق، يبغى لها عهد. يا سلام عليك، يا سلام عليك حسان، واضح ان الزواج مؤثر عليك، هي رفع مستوى ذكائك. التجديد مفيد طال عمرك. للاسف كلامك خطا. اللي سرق شخص اخر، واللي قتل ايضا شخص اخر، وكلهم ما يدرون عن بعض. راح اقول لكم القضيه بالتفصيل من البداية إلى النهاية. أنا بشرح لكم القضية مثل ما حصلت بالضبط. القاتل كان عارف مكان صادق، وعارف الفلوس اللي معه، وكان يبي يسرقها، ما كان ينوي يقتله. لكن لسوء حظه صادق صحيح. المجرم خاف يفضح صادق، فحصل سكينة وطعن فيها صادق وتركه وهرب. ولما قام إبراهيم بعد ساعتين بالتمام شاف صديقه ميت في الوقت اللي فعلا كان عبد الرحيم جاي يشوفه. سالفة هاتف اللي سمعتها طايحة. عبد الرحيم اقتنع بأن إبراهيم بريء، خاصة لما جاب إبراهيم شنطة الفلوس. وقتها قرروا يقسمون الشنطة مع بعض، والقاتل يشيل قضية السرقة.
ولكن كان في خطأين. إبراهيم ادخل داخل الباب هذا. قفل الباب. عبد الرحيم قال انه يوم توجه للغرفة وفتح الباب وش اللي صار؟ وجد ابراهيم موجود داخل الغرفة والضربة فين؟ من الامام صحيح؟ صح. طيب اطلع يا ابراهيم. الضربة فين كانت؟ كانت في الامام، يعني مفترض الاصابة تكون من الخلف، لكن الضربة اللي جت ابراهيم لفي ابراهيم. الضربة كانت فين؟ الخلف. في الخلف. معنى كلام هذا المفترض الضربة تكون في الامام ما تكون في الخلف، وغير كذا ان ابراهيم فقد وعيه بالضربة اللي كانت قوية من الخلف. والامر الثاني، عبد الرحيم رجع السماعة حق التليفون قبل ما يبلغ الشرطة، وهذا امر مو طبيعي لشخص دخل مكان وفي قضية قتل. بس يا حضرة الضابط، انا كنت بقول لك بالسالفة كلها، انت كنت خلوا الموضوع هنا. عبد الرحيم. نعم. وين الشنطة؟ اي شنطة؟ سؤالي واضح يا عبد الرحيم، وين الشنطة؟ شنطة شنو؟ لآخر مرة راح أطرح لك السؤال، الشنطة وين يا عبد الرحيم؟ الشنطة في خزان الموية. يعني قروشي تسمح؟ لا، مغلفة بأكياس. طيب يعني في النهاية مين القاتل؟ حريص يا أستاذ سليم إنك تعرف القاتل. كلنا طال عمرك نبي نعرف القاتل هذا ونخلص القضية. جميل، صراحة يعجبني حرصك. القاتل يا أستاذ سليم هو الشخص اللي أجل الموعد إلى الساعة 4:30، والشخص نفسه اللي أخذ الهوية حقت سعيد الملاح، والشخص نفسه اللي يعرف أن عنده نسخة ثانية من مفتاح الغرفة، والشخص نفسه اللي هو مؤثر ومبدع ورائع، والشخص نفسه هو اللي عنده خبر بفنيات المكياج. ايش قصدك طال عمرك؟ راح اعلمك الان. تعرف هذه يا استاذ سليم؟ علبة دي وش ذا طال عمرك؟ ما اعرف. هذا غرة يضعونه الممثلين على الوجه، يركبون اللحى والشوارب، وهذا الغرة وجدته في غرفة الشخص اللي تقمص شخصية سعيد الملاح واللي عنده حساسية في الوجه. طال عمرك طال عمرك، والله العظيم ما كان قصدي اقتله، والله العظيم ما كان قصدي اقتله، والله براءة 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 براءة. طال عمرك هذا الشخص اللي قتل. طال عمرك والله كان عندي ديون وكنت بسددها، والله العظيم كنت بسددها، ما كان نفسي اقتله، ما كان نفسي اقتله، كنت باخذ فلوس بس. هذا الشخص اللي قتل، والاشخاص اللي ياخذوا الفلوس معروفين. يا عسكري تفضل شيل الثلاثة وقفل القضية. عمرك حرك معانا، قوم حرك يلا. حضرة الضابط حرك، فالغدرة هذه تصير معقول عشان فلوس؟ طيب يا استاذ حسان تقدر تفضل، واتمنى تبلغ حرمتك بالشيء اللي حاصل معك.
الله يرحم والديك تكفى يعني سامحا في النقطة دي هقول لك بقول له وعسى الله يفرجها. بصراحة قضية كانت معقدة فعلا لكن انتهت على خير. انتظرونا في قضايا قادمة. We'll be right back.